تشهد مدن المنطقة فقدان الكثير من المواد، ولعل أهمها الخضروات والفواكه. وعدا عن غلاء أسعارها، فإن صعوبة تأمينها يؤثر بشكل واضح على التجار والمواطنين في المنطقة. يتم تأمين الخضار والفواكه من عدة مصادر، وتصل غالية ليد تجار سوق الهال، ومع ذلك هي قليلة، ويتم الاعتماد حاليا على الإنتاج البلدي للأنواع الجاهزة. البضاعة تجي تحرير وتجي غالية، تجي غالية بالنسبة للوضع، يعني كتير غالي، والتأثير اللي عم نتأثر فيه تأثير نفسي أكثر ما هو إنه تأثير مادي. والبضاعة عم تجي بالولادة العسيرة تقريبا، مرة تجي من سيمالكا تهريب، وعم تجي من طريق الرقة كمان تهريب. وبضاعة يعني بالنسبة للوضع، يعني الوضع مأساوي للمواطن. الوضع مؤثر جدا على التجار كما المواطنين تماما، فالكل يعاني من تأثيرات وتداعيات قلة وندرة هذه المواد، حتى أنه لا يمكن مقارنة عمل هذه الفترة بالسنوات السابقة نهائيا من كل النواحي. في خضرة بس ما توصل مع عنا على البلد من أزمة الحرب سوريا، وكمان طريق مبروكة يقولوا المو مفتوح ما نعرف، والخضرة الموجودة هاي هي، وعندنا البلدية التوم الخيار الكوسة، يعني هدول من هون ومن طريق كردستان كمان، يعني يقولون مسكر الطريق، نحن ما بنشوف، يعني ما شفنا شيء نحن. هناك صعوبات كبيرة في تأمين هذه المواد للمواطنين، حيث يلاقي التاجر وصاحب المحل الأمرين في تأمينها، مرة عبر التهريب ومرة أخرى بطرق خاصة، وهذا ما يولد تأثيرات نفسية عدا التأثيرات المادية على التاجر. والله الخضرة هلا ما في شيء موجود، في خضرة البلدية يعني مثل الكوسة والفولة، وغير هيك ما في شيء. يعني العام الماضي كان في متوفر، كان في بندوره، في خيار، كان في جينا بضاعه من شمال لهون، بس هلا ما في شيء، يعني بس في خضره بلديه، ومن الداخل كمان ما تجينا، ولو تجينا كمان يعني كل 20 يوم برات كمان تيجي فيها البضاعه كلها مضروبه، ما تمشي معنا، انا بنجيبها كمان كلها مضروبه ما تنباع معنا. يعني ومهما يكن من امر السوق بالوضع الحالي، فهو بحاجه الى كميات مضاعفه من المواد الموجوده فيه من خضار وفواكه، وعلى المدى المتوسط لا توجد حلول غير انتظار الموسم المحلي للانتاج. عيسى شيخو، ارت اف ام، مدينه عمودة.